بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل تمرين جديد على استنتاج المسقط الثالث باستخدام طريقة التخيل اللي شرحناها قبل كده. هتلاقي رابط الشرح الطريقة دي في البلاي ليست اللي تحت الفيديو. نيجي بقى للجزء اللي بتاعنا ده، إحنا كنا شرحناه بطريقتين اللي قبل كده، برضه لو عايز تراجعهم هتلاقيهم في البلاي ليست. نيجي للجزء ده، زي ما قلنا في طريقة التخيل بنحاول نبص للشكلين ونجمعهم في راسنا ونتخيل الشكل عامل إزاي ومنه نقدر نستنتج الشكل. نيجي نبص للشكل ده، انا شايف قدامي ايه؟ جزء عامل زي حرف ال اهو، فوقه حته انا معرفش هي ايه، خلاص؟ فالجزء اللي عامل زي حرف ال هنا ده، شوف مسقطه هنا عامل ازاي؟ ده ماشي كده طول الجسم، يبقى الجزء اللي عامل زي حرف ال ده زي ال كده بالظبط. طب ايه الحته اللي راكبه فوق ايه هدي ولازقه فوق ايه دي؟ ايه موقعها من هنا؟ ده طلعت اسطوانه، يعني الجزء اللي عامل زي حرف ال ده طلع اسطوانه هنا كده مفرغه، والتوب بتاعها ماشي لحد الاخر، يبقى انا كده قدرت اتخيل الشكل عامل ازاي. طب تعالى عايز استنتج المسقط، وليكن هستنتج مسقط الجانب الايمن، فجزء الحرف ال ده اول ما هبص عليه من هنا هاجي ابص من هنا شايف ايه؟ شايف دي بعرض الجسم ده كله اهو، اهو تعالى يبقى شايف الحته دي بعرض الجسم ده كله اهو، خلاص يبقى الحته دي انا رسمتها. بعد كده تنيت ماشي بصيت على الحته دي، لكن انا عندي في حته جوه هنا مختفيه اللي هي البطن بتاع حرف ال اهي، خلاص عملتها. بعد كده تنيتي ماشي، شفت ايه هنا؟ شفت الاسطوانه، الاسطوانه دي مكانها فين؟ في المنتصف بالعرض الحته دي كده، يبقى الاسطوانه لما ابص من هنا هشوفها كده اهي. ايه تاني في الاسطوانه؟ عندك في خط مختفي جوه اللي هو بتاع التوب اهي، في حاجه تانيه؟ لا خلاص، انا تخيلت الشكل ده وحطيته هنا ومن دماغي كده رسمته تلقائي من غير لا زاويه 45 ولا الكلام ده كله. فواحد قال لي لو بصيت هنا ايه اللي هيفرق؟ اول ما تبص هنا عينك هتقع على ايه؟ تقع على الحته دي اللي هي البوز بتاع حرف ال اهي. بعد كده هتكمل تحت، لو هتبص على الجسم ده هتشوف ايه؟ بقيت حرف ال تحت. فايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ الحته اللي كانت مختفيه هنا لما تكون بص من الناحيه دي هتبقى ظاهره لما تبص من الناحيه دي. بعد كده شايف ايه؟ شايف الاسطوانه من فوق اهي، وطبعا الضوء مختفي فيها اهو لحد الحرف ده اللي هو هنا ده، وكذلك مختفي فيه هنا لحد حرف ال ده، خلاص. يبقى انت كده بكل بساطه قدرت ازاي تستنتج المسقط الثالث من مجرد انك تتخيل وتفتح مخك فيها، بحيث انك تقدر بعد كده تشوف القطعات والكلام ده كله. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، هنتنقل على السوليد وركس، على برنامج السوليد وركس، عشان برضه نشوف المساقط ديت ونوضح الفكره بتاعتنا بصوره افضل. خلاص دلوقتي احنا على واجهه برنامج السوليد وركس، هنبدا نشوف المسقط الراسي. هنبص المسقط الراسي طبعا اتجاهه من هنا زي ما شرحنا، نجيب المسقط الراسي اهو، نظهر خطوطه المخفيه طبعا اهي ظهرناها، هنشوف ادي حرف ال بتاعنا، وده الجزء بتاع الاسطوانه اللي فوق، وده الخطين دول مختفيين. بعد كده اشوف الرايت سايد فيو، رايت سايد فيو اهو على الجزء اللي تحت، وده الجزء اللي فوق بتاع الاسطوانه، وده مختفي والخط هنا مختفي اللي هو بتاع بقيه حرف ال. بعد كده هبص على الباك، شبه الفرنت بالظبط لكن مع اختلاف الاتجاه. طب نيجي نبص للليفت سايد فيو، في اختلاف؟ طبعا في اختلاف بسبب حرف ال اللي هنا ده، الحرف ال هنا ده بقى الخط ده هيبان عادي خالص اهوت، وده مكمل معاه للاخر. نبدا نخلي الشكل بتاعنا ايزومتريك، الشكل خلاص بقى ايزومتريك اهو. اشوف الطب بتاعنا، هذا شايف القاعدة اهي، وعندي الخط المختفي بتاع حرف ال، وهذا الاسطوانة عندي اهي. بعد كده اجيب البضم بتاعنا اهوت، طبعا شبه الطب بالظبط لكن الظاهر هنا بقى مختفي، والمختفي بقى الظاهر، يعني الخط ده كان مختفي بقى ظاهر اهو، الاسطوانة دي كانت ظاهرة بقت مختفية، طبعا دي ظاهرة زي ما هي لان التقب ده نافذ لحد الاخر مفهوش اي مشاكل. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوناش من اللايك والشير، تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك،
وتشوفوا بقية الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو. ولو في أي استفسارات أو تعليقات أو أي حاجة سيبوها لنا في التعليقات اللي تحت الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.